وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء قانون المجلس الصحي المصري. ويهدف مشروع القانون الذي تم إرجاء الموافقة النهائية عليه إلى تنظيم مجالات الصحة ويرفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية. برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، يواصل مجلس النواب جلساته لمناقشة عدد من مشروعات القوانين في إطار دور المجلس الرقابي والتشريعي. وبهدف الارتقاء بالمنظومة الصحية، ناقش مجلس النواب مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري. يهدف مشروع القانون الذي يناقشه النواب إلى إنشاء مجلس صحي مصري يحل محل الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء، ويتبع رئيس الجمهورية، وينظم مجالات الصحة في مصر، ويرفع المستوى العلمي والتطبيقي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الصحية. مشروع القانون بالتأكيد مشروع مهم جدا، وسيؤدي إلى إنشاء المجلس الصحي المصري، وله أهداف كثيرة تضمنها مشروع القانون. الحقيقة يعني تدريب الأطباء والاهتمام بتأهيلهم موضوع مهم جدا. الصحة من الحقوق اللي كفلها الدستور للمواطن المصري، والدولة ملزمة طبقا للدستور بتطبيق أعلى معايير الجودة وتطوير المنظومة الصحية في مصر. بناء عليه أنا موافق من حيث المبدأ على هذا المشروع، وأنا أتمنى أن يكون هناك معايير دقيقة لهذه المنظومة. وبعد المناقشة، وافق المجلس من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، ليبدأ النواب مناقشة مواد مشروع القانون. وبعد المناقشات والمداولات، وافق المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري، وذلك في مجموعه، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي في جلسة قادمة. الموافق على مشروع القانون في مجموعه يتفضل برفع يده. موافق. السادة الأعضاء، يؤجل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون إلى جلسة قادمة. وخلال الجلسة أحال رئيس مجلس النواب 30 اقتراحا مقدما من النواب إلى الحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها.